الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 30. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 30 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث العظيم هو من جوامع الكلم، وكما ذكر بعض أهل العلم المتقدمين أن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في 4 كلمات، كلمات 4 جمع فيها الدين كله والأحكام عموما، لأن الأحكام الواردة عن الله جل وعلا أقسامها 4، وهي الفرائض والمحارم والحدود والمسكوت عنه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الأقسام 4 بأوجز عبارة وأوضح بيان. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، المراد بالفرائض واجبات الدين والأمور المتعينة المفروضة على العباد، كالصلاة المكتوبة، كالزكاة المفروضة، كصيام رمضان، وكالحج في العمر مرة واحدة. فهذه فرائض فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وكتبها عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فلا تضيعوها، أي لا تضيعوا شيئا من الفرائض، بل حافظوا عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على أداء الزكاة، حافظوا على صيام رمضان، حافظوا على هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليكم. فقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب عليكم أمورا وعبادات فحافظوا عليها محافظة تامة ولا تضيعوا شيئا منها. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. وحد حدودا فلا تعتدوها، والمراد بالحدود هنا أي حدود الله سبحانه وتعالى التي نهى عباده
أن يتجاوزوها وأن ينتقلوا منها إلى ما لم يأذن به الله. فالحدود أي المأذون به شرعا، سواء أذن به استحبابا أو إباحة أو وجوبا، فالحدود هي الشيء الذي أذن الله سبحانه وتعالى لعباده به. وقوله فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها إلى الشيء المنهي عنه والمحرم عليكم إتيانه أو فعله. فالمراد بالحدود هنا ما أذن الله سبحانه وتعالى لعباده بفعله، سواء كان الإذن على سبيل الوجوب أو كان على سبيل الاستحباب أو كان على سبيل الإباحة. ومعنى قوله فلا تعتدوها أي لا تتجاوزوها إلى ما نهاكم الله تبارك وتعالى عنه. ولعل مما يوضح ذلك حديث النواس بن سمعان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وفي الأبواب أو على الأبواب ستور مرخاة وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإن فتحته فإنك تلج. ثم بين ذلك قال أما الصراط فهو الإسلام وأما السوران فحدود الله وأما السوران فحدود الله. وهذا موضع الشاهد من الحديث إن الله حد حدودا، قال وأما السوران فحدود الله. والذي يوجد خارج السورين هو المحارم، فمعنى قوله إن الله حد حدودا فلا تعتدوها أي لا تخرجوا من حدود المأذون به المشروع إلى الحد المحرم فمعنى قوله إن الله حد حدودا أي أذن لكم في شرعه بأمور، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مندوب، فتكونون في هذه الحدود التي أذن الله سبحانه وتعالى لكم بها. وأما ما تجاوز ذلك فهو حرام ولهذا قال هنا فلا تعتدوها أي لا تنتقل عنها إلى الشيء الذي حرمه الله ونهاكم عنه. ولهذا في حديث النواس قالوا في السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة، ثم بين ذلك قال والأبواب محارم الله، فالذي يدخل مع شيء من هذه الأبواب يخرج من الحدود قال إن الله حد حدودا، فإذا فتح هذه الأبواب أبواب الحرام ودخل فإنه خرج من الحدود التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يتجاوزها. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء أي نهاكم عنها ومنعكم من فعلها، والله سبحانه وتعالى لا ينهى عباده عن شيء ولا يحرمه عليهم إلا لما فيه من الضرر عليهم في دنياهم وأخراهم. قال وحرم أشياء أي جعلها محرمة عليكم فلا تنتهكوها، وانتهاكها هو ارتكابها وفعلها. قال فلا تنتهكوها أي لا تدخلوا في شيء من هذه المحرمات والآثام التي نهاكم الله سبحانه وتعالى عنها. وهذا يتناول عموم المحرمات، وأخطرها الشرك
ثم القتل والزنا والسرقة وغير ذلك من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وسكت عن أشياء رحمة لكم أي لطفا وتفضلا ومنا من الله سبحانه وتعالى على عباده. قال: رحمة لكم غير نسيان، كما قال عز وجل: وما كان ربك نسيا، فهو جل وعلا منزه عن ذلك، غير نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، فهو جل وعلا منزه عن ذلك. وهذه الأشياء التي سكت عنها، سكت عنها تبارك وتعالى رحمة للعباد غير نسيان. والمطلوب من العباد في مثل هذا ألا يبحثوا عنها، ألا يبحثوا عنها. وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتناول الأمور التي سكت الله جل وعلا عن بيانها. ولهذا أمثلة مثل فريضة الحج، قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فأحد الصحابة قال: أفي كل عام؟ قال: أفي كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. فيدخل في قوله سكت عن أشياء مثل هذا، يعني الأشياء التي يخشى أن يسأل عنها فتفرض على العباد وتكون واجبا على العباد. فالذي سكت الله عنه سكوته عنه تبارك وتعالى هو عن غير نسيان، وإنما هو رحمة للعباد، فعلى العباد لا يبحثوا عن ذلك. ولهذا قال: لا تبحثوا عنها، لا تبحثوا عنها. والسكوت هنا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى المراد عدم ذكر حكم في الأمر، لا بإيجاب ولا بتحريم. الأمر المسكوت عنه أي الذي لم يأتي فيه حكم، لا إيجاب ولا تحريم، فسكت عن أشياء، يعني لم يقل إنها واجبة ولم يقل إنها محرمة، سكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها. لا تقول هل هي واجبة، هل المطلوب أن نفعل هذا فقط مرة أو 20 أو 30. سكت عن أشياء فلا تسألوا عنها ولا تبحثوا عنها. وأيضا بعد زمانه عليه الصلاة والسلام يتناول هذا ذم أنواع الأسئلة المبنية على التكلف والمبنية على التنطع والتعمق والمبنية أيضا على الخوض في أحكام الله سبحانه وتعالى أو القول على الله عليه بلا علم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكل ذلك مما ينهى عنه ويذم من الأسئلة. قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذه أربع كلمات في هذا الحديث أتت على الدين كله بأقسامه الأربعة. نعم.
قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الحديث حسنه النووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. نعم. ثانيا، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فحديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال: وحكي عن واثل المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى. هذه كلمات لأربعة من أهل العلم في التنويه بهذا الحديث وبيان مكانته العظيمة. الأولى قول ابن رجب رحمه الله: حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. والكلمة الثانية كلمة ابن السمعاني، قال: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. والكلمة الثالثة ما حكاه عن بعض أهل العلم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. والكلمة الرابعة لواثلة المزني، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. فهذه كلمات تدل على مكانة هذا الدين العظيمة، وأنه من جوامع الكلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بجمله الأربع الدين كله. ثم ختم بقول ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، وبين ذلك. قال: لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. نعم. ثالثا، قوله: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما،
كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها. هذا القسم الأول من الأقسام الأربعة وهو الفرائض. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب عليكم أشياء وجعلها فرضا حتما لازما متعينا. ومثال ذلك الصلاة والصيام والحج، فالواجب على العبد مع الفرائض هو الامتثال والمحافظة والمواظبة وعدم الإضاعة لشيء منها. نعم. رابعا قوله: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها. وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا القسم الثاني في الحديث الحدود. قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. والحدود يوضحها ما يأتي بعدها، يعني إذا قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بالحدود المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وإذا قال حد حدودا فلا تعتدوها، أي فلا تجاوزوها إلى الشيء الذي نهى الله عنه ومنع منه وحرم عباده وحرم على عباده فعله. ولهذا فإن الحدود في هذه القسمة الرباعية هنا المراد بها الشيء المأذون به، المراد بها به الشيء المأذون به الذي أذن الله سبحانه وتعالى لعباده بفعله، سواء كان هذا الإذن إيجاب أو استحباب أو إباحة. ومعنى فلا تعتدوها، أي لا تذهبوا إلى خارج هذه الحدود من الأمور الممنوعة المحرمة المنهي عنها، بل كونوا في حدود المأذون به، سواء إباحة أو استحبابا أو وجوبا، لكن إياكم أن تتعدوا ذلك إلى الشيء الذي حرمه الله ومنع عباده منه. نعم. خامسا قوله: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي أن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا القسم الثالث وهو المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده، فالواجب على العباد تجاه المحرمات ألا ينتهكوها وألا يقربوها وألا يفعلوا شيئا منها. ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا نظائر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على العباد تجاه المحرمات ألا يقربوها وألا ينتهكوها وألا يفعلوا شيئا منها. نعم. سادسا قوله: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة، فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام
الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل، وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها، فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. قد سألها قوم من قبلكم والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن رجب رحمه الله: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفو عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. هذا القسم الرابع من هذه الأقسام وهو المسكوت عنه، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقوله: وسكت عن أشياء، والمراد بسكت عنها أي لم يذكر فيها حكما، لا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب، هذا معنى سكت عنه، أي لم يذكر فيه حكما، لا تحليل ولا تحريم ولا إيجاب. ومثل هذا عفو، ليس عن نسيان وإنما رحمة للعباد، عفو من الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الأمر الذي هو عفو ورحمة للعباد، الواجب على العباد ألا يسألوا عنه، الواجب على العباد ألا يسألوا عنه. وفي زمانه عليه الصلاة والسلام يدخل تحت هذا المنهي عنه الأسئلة التي يخشى أن يترتب على سؤالها حكم قد لا يستطيعها العباد. ذروني ما تركتكم، قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. فمثل هذه الأسئلة تهلك الناس. وبعد زمانه عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا الأسئلة التي مبنية على التنطع والتكلف، تجد الإنسان لا يفكر في السؤال عن الواجبات، واجبات الدين التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يفكر في السؤال عن المحرمات التي منعه الله سبحانه وتعالى من فعلها، ثم يشغل نفسه بأسئلة وتنطعات ويثير أسئلة من هذا القبيل معرضا عما يجب عليه معرفته، إلى أمور البحث فيها هو من قبيل التنطع والتكلف. وهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال: سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. إذن الأصل في المسكوت عنه من الأحكام ألا يسأل عنه، والأسئلة تكون في الذي فرضه الله أو في الذي حرمه الله أو في الذي حده الله لعباده، تكون في هذا الأسئلة. أما الشيء الذي سكت الله تبارك وتعالى عنه فعلى العبد أن يكون على علم راسخ بأن الله جل وعلا لا يضل ولا ينسى، وأن دينه سبحانه وتعالى كامل،
وأن سكوته عن ذلك رحمة للعباد، وأن سكوته عن ذلك رحمة للعباد. وإضافة السكوت إلى الله سبحانه وتعالى تكون بإمرار هذا الحديث كما جاء، وإثبات المعنى الذي دل عليه الحديث، المعنى الذي دل عليه الحديث. والمعنى الذي دل عليه الحديث ظاهر واضح، قال سكت عن أشياء أي لم يذكر فيها حكما، لا إيجاب ولا تحريم ولا تحليل، فيثبت الحديث كما جاء ويمر كما ورد على المعنى الظاهر المتبادر من الحديث. نعم. سابعا مما يستفاد من الحديث الأول أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. ثالثا أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. رابعا أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. هذه أربع فوائد مستفادة من كل كلمة من هذه الكلمات، وإذا تأملنا هذه الكلمات الأربع الوارد في الحديث الواردة في الحديث نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أقسام أحكام الله جل وعلا، وذكرها أربعة أقسام، وأيضا ختم كل قسم من هذه الأقسام بالواجب نحوه، ختم كل قسم من هذه الأقسام بالواجب نحوه، الفرائض لا تضيع، والحدود لا يعتديها العبد ولا يتجاوزها، والمحرمات لا ينتهكها ولا يقربها، والمسكوت عنه لا يبحث عنه. وإذا أتى العبد بهذه الأمور الأربعة كما أمر فإنه يكون كما قال ابن السمعاني رحمه الله قد حاز الثواب وأمن العقاب، يكون قد حاز الثواب وأمن العقاب وأوفى حقوق الدين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.